الصحابة رضي الله عنهم كانوا في قضية القبور كانوا حذرين أشد الحذر. هناك أمثلة واقعية في عصر الصحابة رضي الله عنهم. في عهد عمر رضي الله عنه لما علم أن أناسا يتقصدون الصلاة عند شجرة بيعة الرضوان ماذا صنع؟ قام فقطعها. فهذا أصل أصيل متأصل في نفوسهم من التحذير من وسائل الشرك، مع أنهم لم يشركوا لكن يخشى أن يحصل مثل هذا. كذلك في عهده رضي الله عنه صلى الفجر في مكان فرأى أن الناس يذهبون إلى موضع من هذا المكان، فاستغرب فسأل عن ذلك، فأخبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى إلى هذا المكان ومكث فيه، فقال رضي الله عنه: إنما أهلك من كان قبلكم باتباع آثار أنبيائهم. وهذا القول والفعل منه رضي الله عنه يرد ردا صريحا على فعل ابنه وهو عبد الله. كان رضي الله عنه يأتي إلى أماكن النبي عليه الصلاة والسلام التي توضأ فيها أو صلى فيها ويفعل مثل ما فعل. لكن شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم يقول: إنه رضي الله عنه يعني عبد الله ما كان يتقصد هذا بشد الرحل، وإنما إذا مر بهذا الطريق فصادف وقت صلاة فعل. ومما يؤكد حذر الصحابة رضي الله عنهم أنه حدث في فتح تستر أنهم في عهد عمر وجدوا رجلا وعند رأسه مصحف ولم يتغير منه شيء إلا شعيرات في قفاه، فأخبر عمر رضي الله عنه بشأن هذا الرجل ودعا كعب الأحبار أن يقرأ هذا المصحف بلغته، فوجد أن فيه من الأخبار ما كان وما سيكون. وكان هذا الرجل دانيال وهو أحد أنبياء بني إسرائيل، وإذا لم تأكل الأرض لحمه. وأما هذه الشعيرات التي ذهبت فهذا يؤكد قول الفقهاء من أن الشعر في حكم منفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وعلم أن هذا الرجل الذي وجد أنهم كانوا إذا قشطوا أخرجوه فيمطرون، قومه يفعلون هذا، أهل تستر كانوا يصنعون هذا. ومثل هذا الفعل لا يدل على رضا الله عز وجل بما يصنعه هؤلاء، وإنما هو ابتلاء وامتحان منه عز وجل. فماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ أمر أن يحفر 13 قبرا، فلما جاء الليل دفنوا ودفنوا سائر القبور حتى أخفي، كل ذلك من أجل أن لا يعبد من دون الله. والذي يقول ابن القيم رحمه الله على في عصره يقول: لو شهده من جاء بعدهم لجالدوا عليه بالسيوف، لو علموا هذا القبر لجالدوا عليه بالسيوف. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذا يؤكد أن الصحابة رضي الله عنهم يحذرون من الشرك ووسائله.